السلام عليكم. اليوم حأتكلم عن أعراض الكورونا عند الأطفال وكيف يتم تشخيص الحالات عندهم. الأعراض تتشابه مع كثير من الأمراض الأخرى مثل الزكام أو الرشح، التهاب البلعوم بالمكورات العقدية أو التهاب الأنف التحسسي وغيرها من الأمراض، وهذه أمراض شائعة جدا ويجب التفريق بينها وبين الكورونا. الأعراض الشائعة للكورونا هي الحرارة والسعال عند معظم الأطفال، لكن يمكن للطفل أن يشكو من أحد أو مجموعة من الأعراض اللي حذكرها حاليا: احتقان في الأنف، سيلان في الأنف، نقص في حاسة الشم والتذوق أو أحدهما، ألم في البلعوم، صعوبة في التنفس، إسهال، غثيان أو إقياء، آلام في المعدة، تعب ووهن عام، صداع وآلام عضلية أو آلام في الجسم، أخيرا نقص في الشهية ورفض الرضاعة. القشعريرة نادرة عند الأطفال مقارنة مع الكبار. الأعراض ممكن تختلف حسب العمر، ففي الأطفال تحت 12 شهر يعانون بشكل أساسي من حرارة ورفض للإرضاع أو الأكل، وممكن أن يصابوا بالإقياء. إذا وجدت عندهم الأعراض التنفسية فغالبا تتظاهر بصعوبة التنفس، السعال عندهم يكون أقل مما هو عليه في الأعمار الأخرى. للأسف لا يوجد عرض واحد أو مجموعة من الأعراض معا يمكن أن تميز الكورونا عند الأطفال عن الأمراض الأخرى، ويصعب تشخيصها بدون إجراء فحوص مخبرية وإجراء مسحة للأنف أو البلعوم الأنفي، الأمر الذي قد يكون صعب أو غير متوفر في كثير من البلدان. حأذكر مبادئ معينة للتشخيص. أولا، في حال عدم توفر مسحة الأنف أو البلعوم الأنفي، فيجب اعتبار أي طفل عنده الأعراض المذكورة أعلى أو أحد هذه الأعراض مصاب بالكورونا، ويجب عزله في المنزل حتى غياب الحرارة وتحسن الأعراض الأخرى ومرور 10 أيام على الأقل منذ بداية المرض. ثانيا، إذا توفرت المسحة لكن كانت محدودة في تقنين باستعمالها، عندها يجب إجراؤها على الأطفال ذوي الخطورة العالية والذين توجد عندهم أمراض مزمنة أو عمرهم أقل من 12 شهر، أو الذين عندهم أعراض شديدة مثل ضيق النفس. ثالثا، إذا كانت المسحة متوفرة بشكل واسع فعندها تجرى على كل طفل تظهر عنده الأعراض المذكورة أعلى. رابعا، فحص الدم أو ما يسمى سيرولوجي لا يستعمل من أجل تأكيد أو نفي الإصابة الحادة، هذا الفحص يمكن أن يوجه نحو إصابة سابقة أو حديثة. خامسا، يمكن للطفل أن يكون مصاب بأكثر من مرض في نفس الوقت، مثلا ممكن يكون الطفل عنده إنفلونزا أو مايكوبلازما أو RSV وبنفس الوقت عنده كورونا، هذا الشيء يشاهد بنسبة حوالي 6% من الحالات، وبالتالي فوجود فحص إيجابي لهذه الأمراض لا ينفي الكورونا بالضرورة، ويجب إجراء مسحة الأنف بنفس الوقت. سادسا، إذا أجريت الفحوص المخبرية للطفل فيمكن أن نشاهد نقص في الكريات البيض، نقص في تعداد الخلايا اللمفاوية أو الليمفوسايتس، أو ارتفاع في CRP. سابعا، لا يستخدم تصوير الصدر أو التصوير المقطعي أو ما يسمى السكانر بشكل روتيني للتشخيص، وإنما يتم ذلك في حالات معينة. تمنياتي للجميع بالسلامة، والسلام عليكم. شكرا لكم.